إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. مرحبا بكم مستمع إذاعة صوت المرأة ومشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفقرة الإذاعية في إطار حملة 16 يوم إذاعي ضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة التي بدأت في 25 نوفمبر وتستمر إلى غاية 10 ديسمبر. اليوم رح نحكيه على مؤتمر بيجين الذي أعدته الأمم المتحدة في 4 سبتمبر عام 1995. لكن قبل ما نحكيه على هذا المؤتمر خلينا نشوفوا خلفية هذا المؤتمر. هذا المؤتمر بالذات سبقته 3 مؤتمرات حول المرأة. المؤتمر الأول كان في المكسيك في مدينة مكسيكو سيتي عام 1975. هذا المؤتمر شهد إعلان المكسيك للمساواة من أجل المرأة وإسهامها في التنمية والسلام. تلاه المؤتمر العالمي الثاني للمرأة في كوبنهاغن عام 1980. في هذا المؤتمر أشاد أعضاء المؤتمر باتفاقية سيداو من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اللي حكينا عليها في الحلقة اللي فاتت. كذلك تلاه المؤتمر العالمي الثالث للمرأة في نيروبي عام 1985. ثم جاء اتفاقية أو مؤتمر بكين عام 1995 حيث أعلنت أو أعدت الوفود في هذا المؤتمر خطة للعمل الموجه للوصول إلى مساواة أشمل وفرص أفضل للمرأة. من بين أهم ما جاء في منهاج بكين مبدأ تقاسم السلطة والمسؤوليات بين الرجل والمرأة في المنزل ومكان العمل. كذلك تطرق إلى حقوق الإنسان للمرأة والفتاة أنها حقوق لا تتجزأ عن حقوق الإنسان. من بين أيضا النقاط التي تضمنها هذا المؤتمر الحقوق الإنجابية. هذه النقطة بالذات كانت هناك جدل عليها، لكن الحقوق الإنجابية التي تطرق إليها هذا المؤتمر تمثلت في عدة نقاط: الأمومة الآمنة، صحة الرضع والأطفال، التخطيط الأسري، أمراض الجنس، مشاكل الإنجاب عند النساء المسنات، معالجة العقم والقضاء عليها، صحة المراهقات وأكيد الإجهاض. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة الإذاعية، ملتقانا يتجدد غدا بحول الله. إلى اللقاء. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة.